السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. في فيديو سابق قمنا برفع السيارة قصد تنظيفها، وبعد ذلك اكتشفنا أن أحد فتحات هذه القطعة قد تكسرت، وبالتالي قمنا بإزالة هذه القطعة. هذه هي الفتحات الخاصة بالبراغي. هذه القطعة تركب بأربعة براغي. بالنسبة لرقم المفتاح وهو رقم 16، يمكننا الاستعانة ببعض المواد لإزالة البراغي كالدوبل في 40. هنا قمنا بإزالة هذه القطعة. لاحظوا أثر الصخرة التي كانت سببا في هذا العطب. هنا بعد أخذها إلى الحداد وإضافة قطعة بهذا الشكل، قمنا بإضافة قطعة على هذا الشكل، ربما فتحتها أكبر لكي يسهل تركيبها. هذا هو الشكل النهائي بعد إصلاحها. هنا لدينا هذه القطعة الورقية، قمنا برسم هذه الفتحات لنتأكد أن هذه الفتحات في مكانها وأن القطعة لا زالت أو قمنا بإصلاحها بشكل جيد لكي تسهل عملية التركيب، لأن هناك بعض البراغي يعني تكون صعبة في التركيب. هنا قمنا بصنفرة هذه الأجزاء التي قمنا بتركيبها عند الحداد، وهذا الجزء بالضبط، هذا الجزء يجب تركيبه من الخارج لكي يتم تثبيت القطعة بشكل جيد. بالنسبة لهذا الجزء الذي ركبناه سيكون من الأسفل، يعني أن البراغي سيدخل من هذا الجانب. هنا قمنا بعملية الصنفرة بشكل جيد لكي تكون أو لكي نقوم بإصلاح هذه القطعة بشكل جيد. وكذلك بالنسبة لهذه القطعة، هي قطعة أصلية أردت إصلاحها فقط دون تغييرها. لاحظوا شكل هذه القطعة بعد عملية الصنفرة. الآن سنقوم بإضافة صباغة زيتية، وبالضبط سنبحث عن الصباغة المركزة لكي يكون أو تكون عملية الصباغة هي عملية لتعبئة الخدوش لإرجاع الجمالية إلى هذه القطعة، وكذلك حمايتها من الصدأ والتآكل لأن بكونها توجد تحت محرك السيارة. وبالنسبة لهذه القطعة لها دور مهم، كما أنها لها دور وقائي. بالنسبة لهذه القطعة تعرضت إلى اصطدام في صخرة تحت السيارة، مما أدى إلى تلف أحد الفتحات الخاصة بتركيب هذه القطعة. سنتركها تجف عند إتمام العملية أو عند صباغة جميع الخدوش. نقوم بتعبئة الخدوش وليس صباغتها فقط، لذلك نستعمل صباغة مركزة وصباغة كذلك زيتية. وبالنسبة لرفع السيارة لتنظيفها له دور مهم في اكتشاف الأعطاب وكذلك الأجزاء التي من الصعب أن نراها. هنا نستعين بقطرة من الزيت من المحرك لأننا
بعيدين عن المنزل، ولا نصفر على الزيت، لأن الزيت يسهل عملية إدخال البراغي، لأن هناك أحد البراغي قد تضررت وسيصعب إدخالها. هنا وجدت صعوبة في هذه العملية، مما أدى إلى وجوب رفع السيارة قليلا لكي تسهل عملية التركيب والتثبيت. هنا نقوم بإدخال البراغي الأربعة لأخذ مكانها، وهناك بعض البراغي صعبة. لأن البراغي كما تعرفون يجب إدخالها باليد فقط عندما تكون في مكانها كهذا المثال، يعني هذا البراغي في حالة جيدة، وهناك هذا البرغي أو برغيين آخرين، يعني هناك صعوبة في إدخالها. ورغم ذلك تغلبنا على هذه الصعوبة. هنا كذلك لدينا هذا الجزء من العادم، لاحظوا الصخرة كيف أثرت على هذا الجزء. هنا استعنت ب بالاستعانة ب هذا المفتاح رقم 16 ومفتاح آخر لكي يسهل إدخال هذه البراغي. لاحظوا القطعة عندما قمنا بإصلاحها وإضافة الصباغة أصبحت في حلة جيدة وستؤدي وظيفتها. هنا هذا العادم ربما سنفكر في إصلاحه مستقبلا إن شاء الله. هنا العمل النهائي، لاحظوا القطعة في مكانها وتمت العملية بشكل جيد. هنا لدينا واقي الصدمات الذي قمنا بإصلاحه في فيديو سابق.